نعم. أحبك بالله يا شيخ. وهنالك شاب بإذن الله ملتزم يعني، ويلاعب صغار من الحارة والشباب، فينصحونه الإخوان فيقولون هذا لا يليق بك لأنك إنسان متمسك، فلا أعلم هل في ذلك يعني، وهم يقولون أنهم عصاة، فلا أعلم يعني هل يقولون أنهم عصاة؟ إيه نعم يعني العصاة الصبيان دول يعني مو بعصاة يعني، بس يعني يتلفظون بألفاظ يعني، وربما تصل إلى يعني ترك الصلاة، ولكن ليس يعني بالكلية، فلا أدري هل يجوز له يعني ملاعبتهم أو لا. أولا يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواقع الريب، مواقع الريب يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. وكون هذا الرجل يعاشر الصبيان والغلمان يبقى محل تهمة عند الناس، فيجب عليه البعد عن هذا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه وكانت معه زوجته إنها صفية بنت حيي، وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام معتكفا، فجاءته زوجته صفية تحدثت عنده ساعة ثم قامت لتذهب إلى مكانها، فقام عليه الصلاة والسلام يقلبها يمشي معها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرع المشي لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأته خجلا وحياء، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله، نحن لا نظن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، مع أن المسألة أبعد مما بين السماء والأرض في أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم محلا لما لا يليق به صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بغيره؟ فنصيحتي لهذا الأخ الملتزم أن يبتعد عن مواطن الريب ليسلم عرضه ويسلم دينه. ثم إني أيضا لا آمن عليه أن يلقي الشيطان في قلبه ما يلقي من الشر مع كثرة مخالطة هؤلاء الصبيان ومعاشرتهم. نعم لو فرضنا مرة من المرات مثلا مزح مع أحد منهم فهذا لا بأس به مع سلامة القلب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلاطف في الصبيان ويمزح معهم، وقصته مع الصبي الذي كان عنده طائر صغير يسمى النغير، وهذا الطائر كان مع هذا الصبي يفرح به ويلعب به، فمات الطائر فحزن عليه الصبي، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الصبي يا أبا عمير ما فعل النغير. وأما معاشرتهم أي معاشرة الصبيان والغلمان فإني أشير عليه أن يدعها ليسلم عرضه ويسلم دينه. نعم، حتى من باب الدعوة لا يعاشر، لكنه يأتي إليهم ويدعوهم ويكون معه أناس آخرون بحيث لا ينفرد بهم. نعم.